صدبار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. أنتم أنكرتم القدوس البار، فالكنيسة بتنتمي للمسيح القدوس. شوفوا كلمة قدوس وقديس واخدة حروف هجائية خمسة في اللغة اليونانية، أجيوس ألفا وغمة ويوتا وأوميجا وسيجما، خمسة دول يعني قدوس، وأجيوس يعني قديس. لما نقول نمبي أجيوس كيريلوس، نمبي أجيوس باسيليوس، نمبي أجيوس غريغوريوس، القديس أجيوس وأجيوس القدوس، لأن اللغة اليونانية هي لغة الكتاب المقدس. لكن ممكن تلاقي مثلا في اللغة الإنجليزية كلمة قدوس يعني هولي، وكلمة قديس يعني سانت. ممكن يبقى اختلاف ما بين الاثنين نطقا وحرفا، هولي، لكن القداسة هولينس. لكن في اللغة اليونانية اللي بتستخدمها الكنيسة في صلواتها، لما تقول عن ربنا أجيوس يعني قدوس، ولما تقول عن القديسين تقول برضو أجيوس يعني قديس. مين القديس؟ القديس اللي خد من القدوس. طب ايه هي القداسة؟ القداسة هي اقتربت من الله القدوس، وعلى قدر ما نقترب من الله القدوس على قدر ما نأخذ من هذه القداسة. موسى النبي لما قعد مع ربنا 40 يوم نزل وشه ملمع وبينور، والناس مش قادرة تحملق النظر وتمعن البصر في وجه موسى. ليه؟ لأن موسى خد من ربنا، فعلى قدر ما نقترب من الله القدوس على قدر ما نأخذ هذه القداسة. الكنيسة كنيسة مقدسة. نكمل أيضا في الحلقة القادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان ودهر الدهور أمين. كنيسة مقدسة اسم على مسمى، هكذا قلنا في الحلقة الماضية. اسم قدوس واسم قديس. اسم قدوس لم يشترك فيه مع المسيح أحد إلا الأقانيم الثلاثة في الثالوث القدوس. فنحن نقول الثالوث القدوس، تي اترياس اث اواب. وعندما نتكلم عن الآب نقول واحد هو الآب القدوس. وعندما نتكلم عن السيد المسيح الابن نقول واحد هو الابن القدوس. وعن الروح القدس ايضا نقول واحد هو الروح القدس. ولم يسمى روح من كل الارواح، ارواح ملائكية او ما فوق الملائكية، رؤساء الملائكة، الرئاسات، السلاطين، الكراسي، الأرباب، القوات، الشربيم، السرافيم، الأربعة حيوانات، لم تأخذ كل هذه الأرواح مسمى القدوس. ولكن الروح القدس يسمى بالروح القدس. وقد قلنا منذ أمد طويل إن اسم الروح القدس جه 90 مرة في الكتاب المقدس،
منهم 89 مرة في العهد الجديد، وورد في العهد القديم في مزمور 50 وروحك القدوس لا تنزعه مني. الاب القدوس الذي احب الكنيسة، والابن القدوس الذي فدى الكنيسة، والروح القدس الذي طهر الكنيسة، جعل من الكنيسة كنيسة مقدسة، وأصبح اسم مقدسة حكرا على الكنيسة. اسم قديس كبير جدا على البشر، ودي قلناها من سنوات، لكن قليلة جدا على المسيح. تعرف لو الإنسان حب ياخد رتبة قديس، مسمى قديس، مؤهل قديس، أولا هو لا يريد ولا يرغب أن ياخد اللقب، لكن هيبقى كده نتيجة أن هو صار في الدرب حتى النهاية. الكنيسة هي اللي بتديله اسم قديس، مش هو اللي بيطلب من الكنيسة أن ياخد لقب قديس ولا يعطى له هذا اللقب في حياته، إنما يعطى له هذا اللقب في مماته بعد نياحته، بعد أن يغادر الأرض، بعد أن يغادر الكنيسة بخمسين سنة. في حين أن اسم الشهيد ياخده الشهيد في لحظة انتقاله، لقب شهيد بياخده الشهيد في لحظة انتقاله، لكن اسم القديس بنتأنى كثيرا عليه، ولا يعطى من أفراد قدر ما يمنح من المجمع المقدس الذي للكنيسة. وبعد أن تدرس الكنيسة سيرة هذا الإنسان المرشح لتبوأ هذا المنصب، وبعد ما ينتهي كل الجيل اللي ممكن كان يتعاطف معاه ويبتدي العقل يشتغل والعاطفة تتوارى، وبعد ما تظهر بعض المعجزات من وراء هذا الإنسان، من وراء قبره، من وراء جسده، من وراء سيرته، وممكن أن تكون هذه المعجزات فيها بعض الظهورات، حينئذ تمنح الكنيسة مسمى قديس، ويبقى من آباء الكنيسة القديسين، ويبقى من السهل جدا إطلاق اسمه على بعض الكنائس. يعني فاضل 3 سنين والقديس الأنبا إبرقام يكمل 100 سنة في نياحته، لكن مئات الكنائس بنيت على اسم هذا القديس، وآلاف الكهنة والآباء الأساقفة اتخذوا هذا الاسم المبارك. إذن اسم قدوس مش ممكن يطلق على بشر، واسم قديس مش ممكن يطلق على المسيح. يبقى قديس كبيرة جدا على الإنسان، لكن قديس صغيرة جدا على رب المجد يسوع. كنيسة مقدسة، وتكلمنا عن هذا الأمر في الحلقة الماضية. كل الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها وبيها مع الكنيسة بتاخد أوصاف القداسة، المجمع اللي بيدير الكنيسة، اللي هو يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الكنيسة، اسمه المجمع المقدس. بنستخدم ليه تعبير كلمة المقدس. الصلاة اللي احنا بنصليه بنقول القداس، القداس. أبونا جوه القداس يقول القدسات للقديسين،
أحيانا بعض الناس تخطئ هجائيا فتقول القداسات للقديسين، هي القدسات للقديسين، طاء جيتيس آجيس، يعني القدسات، الشيء القدسي يأخذه القديسون. قداسة البابا نعطيه لقب صاحب القداسة، صاحب القداسة لأنه خزانة الروح القدس، ولأن الروح القدس يعمل عن طريق يده لملء كل فراغ موجود في الكنيسة ولبنيان الكنيسة. الإنجيل بتاعنا بنسميه الكتاب المقدس. لقد حاول أحد الناس أن يتهكم على كلمة المقدس، ولكنه وجه بالاعتراضات الكثيرة من الكثيرين. الخليج اللي بنصلي منه في قداساتنا اسمه الخلاجي المقدس. صلاة السواعي اللي بنستخدمها في الساعة الثالثة والستة والتاسعة اسمها الإجبية المقدسة. الأسرار اللي احنا بنعتقد فيها لأننا كنيسة أسرار، بنطلق عليها الأسرار المقدسة. وكل سر بياخد لقب التقديس، المعمودية المقدسة، زيت الميرون المقدس، سر التناول المقدس، ونقول القدسات للقديسين، سر التوبة والاعتراف المقدس، سر الزيجة المقدس، الكهنوت المقدس، كل سر بياخد لقب التقديس. لأن قبل ربنا ما يحطه في إيدينا ويسلمهن قدسه ثم سلمه لنا فيما بعد. الأواني اللي بنستخدمها في صلواتنا وقداساتنا وطقوسنا نطلق عليها لقب الأواني المقدسة. حتى المناسبات الكنسية نقول دلوقتي احنا في الصوم المقدس، احنا في الأربعين المقدسة، احنا في الخمسين المقدسة، احنا دلوقتي في اسبوع الآلام، اسبوع البصخة المقدسة. ولما نيجي نعبر بالجملة نقول احنا في الأيام المقدسة دي. حد يعمل كده في الأيام المقدسة؟ لما بنيجي نتعامل مع الآباء الكهنة نقول له اتسبونا، اتسبونا، ونقول له اتسك. وهكذا أيضا عندما نتعامل مع آبائنا الأساقفة بنقول بنيوتس أواب إن إبسكوبس، أو بنيوتس أواب المتروبوليتيس، أبونا القديس الأسقف. أنا يؤلمني لما أسمع شماس يقول فصل شريف من بشارة معلمنا ماري متى مرقس لوقا أو يوحنا البشير، ما عندناش الكلمة دي، مش بتاعتنا، لكن احنا عندنا أساليب التقديس، أصحاح مقدس، الإنجيل المقدس، القراءات المقدسة. وطبعا كل هذه مقدسة لأنها خرجت من فم المسيح. زي برضو بيؤلمني لما أسمع شميس يقرأ الإبراكسيس والفصل من أعمال أبائنا الرسل الحواريين المشمولين بنعمة الروح القدس.
برضو تعبير مش بتاعنا. يبقى احنا بناخد كلمة مقدسة ونطبقها على كل الأمور، على الزمان وعلى المكان، حتى على الأواني، حتى على المستخدمات، حتى على الأفراد أيضا. احنا بنستخدم كل التعبير بتاعة التقديس. ليه؟ لأن التقديس شهوة وأيضا رسالة وأيضا هو حياة. أصدقاء أيوب الصديق بيقولوا له انظر إلى أي القديسين تلتفت. حطت رجاك على مين من القديسين؟ إحنا نشكر ربنا عندنا أكبر رصيد من القديسين. عندنا رصيد كبير جدا من القديسين، لأن كنيستنا مزدحمة بالقديسين، لأن رسالة الكنيسة خلال العشرين قرن الماضية طلعت قديسين، خرجت قديسين للكنيسة. كنيسة العهد القديم ما طلعتش قديسين قد ما طلعت مسحاء، أنبياء وملوكا وكهنة. عشان كده رب المجد قال إن أنبياء وملوكا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. لكن كنيسة العهد القديم جديد عمالة تطلع قديسين، وهتفضل تطلع كمان قديسين. عندنا رصيد كبير. هذا الرصيد قال عنه معلمنا بولس الرسول في أصحاح 11 وأصحاح 14 من رسالته للعبرانيين، إنهم سحابة من الشهود محيطة بنا. الفكر غير الأرثوذكسي بيحاول يفصل ما بين اللي فوق واللي تحت. القديسين اللي في السماء الذين كملوا في الإيمان، الذين قالوا مع بولس الرسول أكملت السعي، والقديسين اللي بيجهدوا على الأرض ويخلوا دول ما لهمش دعوة بدول. لكن كنيستنا نشكر ربنا ما بتعملش كده. احنا واحنا بنصلي تحت نقول لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، واحنا برضو من تحت بنطلب منهم فوق انهم يذكرونا. بنقول بل هم القيام امام منبر ابنك الوحيد يتشفعون عن ضعفنا وعن مسكنتنا. يبقى احنا من تحت بنقيم تذكرهم، هم من فوق بيذكرونا او بيطلبوا من اجلنا. طبعا لما بنسمي هذا الأمر بمسمى الشفاعة، الفرائس بتاعت غير الأرثوذكس تهتز، وكأننا خدنا عمل المسيح ادانه للقديسين. طب ما المسيح اسمه الراعي الصالح، ووضع في الكنيسة رعاة. المسيح اسمه المعلم الصالح، وضع في الكنيسة معلمين. المسيح هو رئيس كهنة الخيارات العتيدة، ووضع في الكنيسة رؤساء كهنة. المسيح هو الكاهن الذي قدم ذاته ذبيحة، ووضع في الكنيسة كهنوت. هل معنى كده ان احنا انتقصنا شيء من حق المسيح عندما اعطيناه للبشر؟ بالطبع الكلام ده مش مظبوط. يبقى سيد المسيح عندما يقوم بالشفاعة اللي هي ما حدش يقدر يقوم بيها، دي شفاعة الدم. أما عندما يقوم بها القديسون فهذه شفاعة الفم لا شفاعة الدم.
يبقى هنا نقدر نقول ان الكنيسة مقدسة مش منك، وهذا ليس منكم بل هو نعمة من الله. يقدر القمر يقول ان انا اجمل من الشمس، ويقدر القمر يقول انا منور من نفسي محدش ليه فضل عليا. لو ان اشعة الشمس قد انسحبت عن القمر لظهر ضعف القمر. قداسة البابا في مرة لما كان في مغارته وفي وقت من الغروب كتب هذه المذكرة: قلت لنفسي في وقت الغروب، ليس أن الشمس هي التي انسحبت عن القمر، بل إن القمر هو الذي ولى ظهره للشمس. عشان كده أصبح في حاجة اسمها المحاقة، والمحاق بيبقى اسبوع كله ظلام مفهوش بصيص من النور ابدا. ليه؟ مش لان القمر ما بدأش ياخد، لان الشمس، مش لان الشمس ما عطتش، لان القمر ما بدأش ياخد فظهر ضعف القمر. هكذا ايضا كانت الكنيسة، كنيسة مقدسة. التقديس بتاع الكنيسة جاي من المسيح القدوس، هذا التقديس جاء من المسيح القدوس. كل ما تبقى الكنيسة مرتبطة بالمسيح كل ما الكنيسة تبقى قوية. وزي ما قال عنها نشيد الأناشيد: مرهبة مرهبة كجيش ذي ألوية. كلمة ذي ألوية جمع لوى، يعني كجيش مليان بألوية عسكرية، كتايب مرهبة. طبعا الكلام ده كله رغم ان الكنيسة مليانة بالضعف المادي، وممكن تكون مشحونة بالفقر المالي، ولكنها مرهبة كجيش ذي ألوية من الجمال بتاع المسيح اللي موجود فيها. كنيسة مقدسة عكس كلمة مقدسة، أو عكس القداسة كلمة النجاسة. وده ربنا يحمي الكنيسة ويحمينا كلنا من هذه الكلمة. في سفر التكوين لما حدث ان حمور ابن شكيم اعتدى على دينة ابنة يعقوب، صارت ثورة بنو يعقوب، بني يعقوب، ودول كانوا جبابرة بأس واثناشر راجل كلهم قوي البنية، وقال لأن شكيم قد نجس دينا، نجس دينا، وقال إن دول نجسوا أختهم دينا. ونحن نعلم ما هو أسلوب الانتقام الذي قد استخدموه. أدي تعبير تاني لكلمة نجاسة. في تعبير آخر ورد في متى 23 يقول لك: يأكلون بأيدي نجسة. لما تمسك الترجمة بتاعت نجسة تلاقيها unclear، يعني مش نقية مش نظيفة. يبقى النجاسة ليست فقط الخطية، ولكن النجاسة أيضا هي البعد عن مصدر القداسة، البعد عن مصدر القداسة. ويبقى كده الإنسان قد تعرض لأن يكون بعيدا عن مصادر القداسة. الكنيسة في هذا الجو المليان بالأزمات الروحية
تنادي الناس بحياة القداسة. ممكن يكون في حاجة اسمها مرض، لكن في حاجة أصعب من المرض اسمها الوباء. يعني ممكن واحد يبقى مصاب بالمرض، يبقى هو بس اللي مصاب وهو بس اللي حامل المرض، لكن لما يكون فيه وباء ممكن يكون إما الغالبية أو الأكثرية أو الكل مصاب بالوباء. الوباء يحتاج تدخل من ربنا أكتر، ويحتاج مجهود من البشر أكتر وأكتر. الشيطان أحيانا يحط أوبئة في داخل المجتمع بغية أن مثل هذه الأوبئة تستطيع أن تتسلل إلى داخل كنيسة الله، علشان الدور اللي رب المجد قام بيه وعمله الشيطان يحب ان هو يشلفطهوله يبوظهوله. لكن طبعا السيد المسيح له المجد ساهر على هذه الكنيسة لكي يحميها ولكي يرعاها ولكي يحفظها، ليس فقط من اللصوص الذين ينتشرون خارجها، إنما أيضا من الذئاب الذين يرتعون في داخلها، لكي تصير كنيسة مقدسة. عشان كده الكنيسة طول الدهر ما بتقبلش تتفاوض أبدا مع غير القداسة. لقد حاول الشيطان في رحلته مع العالم أن يصنع تطبيعاً للعلاقات مع الخطية، بحيث أن الخطية تبقى حاجة طبيعية وحرية شخصية. ولكن كنائسنا بحمد الله قد استطاعت أن تتصدى لمثل هذه الظواهر، حتى لا يمكن لها أن تتسلل إلى داخل أسوار وجدران الكنائس. إن أمورا كثيرة تحاول أن تجد مكانا لها في جسم الكنيسة، زي الزواج الثاني، زي الطلاق لغير العلة، كل الأمور دي كلها، ولكن من أجل أن يحفظ قداسة البابا كنيستنا لكي تكون مقدسة تحمل الكثير ولا يزال. ونشكر ربنا ان الكنيسة هي دعوة مقدسة الى حياة القداسة. حياة القداسة هي حياة مش مفروضة بس على إكليروس الكنيسة ورجال الكنيسة، ولكن حياة القداسة هي مفروضة على كل مسيحي جوه الكنيسة. يبقى احنا لو قلنا القداسة خاصة بالإكليروس بس، لا، القداسة هي لكل شعب الكنيسة، لكل إنسان قد ارتضى أن يكون عضواً في الكنيسة. عشان كده اللي عايز يعيش حياة القداسة لازم ان هو من اجل المسيح يحتمل الكثير ويجاهد بالاكثر ويصارع اكثر واكثر. وكما قال معلمنا بولس الرسول: لا نكلل الا نجاهد قانونيا. فالآباء القديسون صارعوا الشيطان الذي حاول أن يغريهم وأن يغويهم، صارعوا الجسد، صارعوا العالم، صارعوا الشهوة،
وعندما تمسكوا بقوة روح الله القدوس العامل في النعمة استطاعوا أن ينتصروا.